السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون ذكر الاسم من فضلك، أصبحت في سن 48 وبقيت زاهدة لكل شيء من ملابس وأكل وشرب وخروج، وبقيت أحب البيت وأحب قعدة البيت وكرهت الخروج منه. أنا عندي ولد خاطب 24 سنة وبنت 21 سنة مش مخطوبة، وفجأة جات لي تغيرات فسيولوجية وخلل هرموني وانقطع الطمث، وبقيت لا أرغب في العلاقة الزوجية، بقيت واحدة تانية خالص عكس ما كنت في الثلاثينات. كل اللي حواليا مستغربين من التغيير، من خروج وفسح ولبس وعياءة وأناقة، إلى واحدة ما بقاش عندها رغبة في أي شيء غير إنها تشوف ولادها متجوزين ومرتاحين. وبقيت أنشغل أكتر بأولادي وأكلهم ولبسهم وحقوق الزوج كاملة ما عدا العلاقة الزوجية. بقيت ببعد بالشهور وأرفض وأنفر واشمئز منها جدا، وعرضت على جوزي إنه يتجوز وهو رافض، أولا لأنه حالته المادية لا تسمح، ثانيا لأنه وضعه وسنه لا يسمح، وأنا كمان مش قادرة وده غصب عني. والله العظيم مش عارفة إزاي بقيت كده، وعايزة أكون ست بيت وما خليش ولادي وجوزي ينقصهم أي حاجة. دلوقتي إيه الحل؟ أنا رحت للدكتورة متخصصة في النساء والتوليد واتكلمت معاها عن كل اللي بيحصل، كان الرد إن ده طبيعي في السن ده، وأنا بالذات عندي خلل في هرمون معين بيمنع الرغبة، وجوزي كان راح معايا لنفس الدكتورة وقالت له ده نصيبها ونصيبك، وهو مش مقتنع وبرضه بيلوم عليا وبيفضل يقول كلام يجرحني بيه. أعمل إيه دلوقتي وهو مش هينفع يتجوز علشان ظروفه المادية صعبة وهو كمان عنده 54 سنة؟ قولولي حل بدون تجريح. دي المشكلة أو الرسالة اللي جات لنا من إحدى المتابعات وطلبت مننا نحن نعرضها على حضراتكم علشان تشاركوها في حل المشكلة دي. طبعا لو جيتوا سألتوني أنا ممكن أقترح عليها بإيه تعمله، ممكن مثلا إن هي تروح لأكتر من دكتور أو دكتورة متخصص في يعني النساء أو الموضوع اللي زي كده، وأنا واثق إنها ممكن تلاقي يعني دكتور يديها علاج معين. يعني كمان لو قدرت إن هي تخرج هي وجوزها في الأماكن اللي كانوا بيتفسحوا فيها زمان، فده أتوقع إنه هيحاول يلطف الدنيا شوية ويمكن الأمور ترجع لمجاريها، خصوصا إن السن مش كبير ولسه يعتبر صغيرة. ده يعني كان ردي على المشكلة، وأتمنى أن حضراتكم تشاركوها لو عندكم أي حلول وما تبخلوش عليها برأيكم في التعليقات، وبالمناسبة هي بتتابع كل التعليقات اللي حضراتكم هتكتبوها. شكرا ليكم، سلام.